هنا الاناتوميكال ديفرنس بين او بتوين الجوجينم والإليوم. احنا عارفين ان الجوجينم والإليوم دولت الموفابل بارتس اوف ذا سمول انتستين. كان في فيكسد بارت اللي هو الدودينم، الموفابل بارت اللي هو الجوجينم والإليوم. ازاي افرق بين الجوجينم والإليوم؟ المنظر ده ادي دودينم جوجينم، وادي هنا ايه إليوم، وده الميزنتري بتاع الجوجينم وده الميزنتري بتاع الايه الإليوم. يقول لك الجوجينم البروكسيمال 2 فيفث، الإليوم الديستال 3 فيفث. يعني ايه؟ يعني الجوجينم بشوفه قريب من الاستومك، الإليوم قريب من اللارج انتستين. هنا لو نمسك الميزنتري بتاع الجوجينم هتلاقي هنا في الارترز اللي فيه مش كتير قوي زي الإليوم، هنا الارترز اقل، عشان كده تلاقي هنا في سيمبل ارتيريال اركيدز وهنا كومبليكيتد ارتيريال اركيدز. يعني في الجوجينم سيمبل ارتيريال اركيدز وفي الإليوم كومبليكيتد ارتيريال اركيدز. عشان كده الجوجينم كميه الفات اللي في الميزنتري قليله، لكن الإليوم كميه الفات اللي في الميزنتري كتير. الجوجينم فيها ويندوز هنا اهو عشان الفات قليله، فالجوجينم هنا في لارج ويندوز، هنا الإليوم كمان الفات كتير، يبقى هنا ايه نو ويندوز. لو فتحنا جوجينم من جوه هتلاقي خطوط عرضيه موجوده كتير اسمها بيليكا سيركولاريز، وصابط فيها فيلاي اللي هي الحاجات اللي بتاعت الامتصاص، يبقى دي بيليكا سيركولاريز والفيلاي نيومرس فيلاي دول في الجوجينم. اما في الإليوم مفيش بيليكا سيركولاريز وليس فيلاي، الفيلاي قليله. امال في ايه؟ في هنا في الإليوم في ليمفويد كولكشنز اوف ليمفويد تيشو اسمها بايرز باتشز، يعني هذه كولكشنز اوف ذا ليمفويد تيشو اسمها بايرز باتشز موجوده في الإليوم. اما في الجوجينم مفيش ايه نو ليمفويد ايه فوليكلز. نيجي بعد كده طبعا خدوا بالكم معايا، يعني هنا في الإليوم هنا في بايرز باتشز، في الجوجينم مفيش بايرز ايه باتشز. الإليوم دايما يبقى سمولر ان دايمتر والجوجينم بيبقى لارجر ان ايه دايمتر. ده الديفرنس بين الجوجينم وبين الإليوم. نشوف كده، بص بقى ادي ادي ده الانر سيرفيس بتاع الإليوم وده الانر سيرفيس بتاع الجوجينم. باين قوي هنا البيليكا سيركولاريز الخيوط اللي بالعرض في الجوجينم، دي مش موجوده في الإليوم. وبعدين الإليوم باين بقى البايرز باتشز اللي التجمعات الليمفاويه، البايرز باتشز اللي بتبقى عليها قرح في حالات التيفويد، بتبقى عليها القرح في حالات التيفويد دي اللي بيسميها البايرز باتش. يبقى جوجينم فيها بيليكا سيركولاريز، اما الإليوم ففيها ده اللي بنديله اسم بيسموه البايرز باتشز.